طيبة لكل مشاهدينا عبر شاشة قناة أوغريت ومستمعينا عبر أثير أمواج إف إم بحلقة جديدة من برنامج ملفات قانونية معكم لارا صالح. علم الفرائض والمواريث من العلوم الجليلة اللي يجب الاعتناء والاهتمام بها والخبرة الفرضية هي خبرة فنية علمية حسابية ويقوم بعملية الحساب وتحديد الأنصبة في, حص في حصر الإرث الخبير الفرضي المجاز للحديث أكثر عن هذه المعلومات وعن حصر الإرث يسعدنا أن نستضيف المحامية باسمة ميني بدنا نقول لك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك مدام حضرتك وخبيره في حصر طبعاً. الارث اهلا وسهلا فيك, أهلا فيك. بدايه استاذتي الكريمه خلينا نروح سوا مع زميلتنا اميره ظاهر رصدت من خلال كاميرا قناه اوغاريت اراء الناس معلومات عن حصر الارث وما هو في القانون السوري انواعه وكيفيه كيف يتم هذا الحصر خلونا نتابع سوا نحكي يعني عن حصر الارز بالقانون السوري انواعه والاوراق المطلوبه اذا عندك فكره عنه حصر الارز في شرعي وفي قانوني وفي عمالي الشرعي بده انه اول شيء وثيقه وفاه بعض حصر ارز من المحكمه الشرعيه من ديوان المحكمه الشرعيه بيحولوه على النفوس بيروح الشخص انه بيجيب بيان وفاه للمتوفى ومن ورثته من ورثه بيبين على البيان العائلي طبعا وبيجي هون على المحكمه الشرعيه بيعينوا خبير عينه خبير شرعي بي بيحط حصر الارث كل واحد انه كل واحد قديش شو حصته بمقدار حصر الارث طبعا بيختلف بين الشرعي والقانوني مثلا الشرعي الذكر مثل حظي الانثيين القانوني الذكر مثل مثل, مثل الانثى طبعا بيختلف كمان بالنسبه للزوج والزوجه مثلا في حال وجود فرع وارث مثلا اولاد الزوج والزوجه بياخذوا في حال وجود في حال وجود فرع وارث بياخذوا النص بياخذوا الربع في حال عدم وجوده بياخذوا النصف والعمالي في هي في حال ان واحد كان متوفي ومن مين من ورث من بحق له وياخذ اكثر شيء حصل الارث القانوني بيملك الشاب مثل البنات الاوراق المطلوبه تقديم طلب للقاضي شراء اداره وتقديم طلب للقاضي توقيع من المخطئ وبينقيد نفوس جميع الورثه بالله ما بعرف شيء اول شيء عندنا حصل اس نوعين حصل اس شائع وحصل اس قانوني حصة الاس الشيعي بنعمله عن طريق المحكمة الشيعية اللي بيكون فيها حصة الذكر مثل حظ الانثيين وحصة الاس القانوني بتكون حصة البنت مثل حصة الصبيفة هذا بنعمله عن طريق محكمة الصلح المدني مبدئيا الاواق بيان عائلة في حصر ارث شرعي وحصر ارث قانوني الحصر الارث الشرعي احد الورثة بيجي بيتقدم بقدم طلب للقاضي بتابع فيه يعني ما بده شيء فيه حصر الارث القانوني باختصاص محكمه الصلع حصر الارث الشرعي باختصاص المحكمه الشرعيه آه بعدين بعينوا له خبير حصر ارث احد احد الخبراء بيعطينا قرار بحصر الارث حصر الارث القانوني يختص بس بالاراضي الاميريه ومطلوب عباره عن اباره بتشرب المكتبه ومن آه وبتتعبى من خلال المختار ومن آه واوراق النفوس ومن ثم تعيين خبير حتى يحسب قديش الحصص الارسية للإرس القانوني وبعدها في اجراءات اداريه بتتم طباعه القرار واصداره اصداره كوثيقه يعني ما في اي مشكله اطلاقا بعرف انه اللي مثل مصلحه حظ الانثى يعني. هناك حصر ارث قانوني اختصاص محكمه الصلح وحصر ارث شرعي اختصاص المحكمه الشرعيه وحصر ارث عمالي اختصاص المحكمه العماليه محكمه الصلح العماليه العقار اذا كان اميره او ملك شو عقارات الملك ينطبق على الشرعي وعقارات الملك ينطبق عليها شو القانوني اما بالحقوق العماليه ينطبق عليها حسب الارث العمالي لما يكون ورثه المتوفي له حصاصه بدي ارجع رح فيك من المجتا... جديد <applause> استاذتي تابعنا سواء اراء الناس حول حصر الارث معلومات متنوعه ولكن اليوم من خلال وجودك معنا كخبيره بحصر الارث بدنا نحكي شوي بتفاصيل أكتر خلينا بدايه نعرف ما هو حصر الارث هلا حصر الارث هو وثيقه تعيين الورثه وتحديد مقدار حصة كل منهم من أموال التركة وليس حصر لأموال وأعيان التركة يعني حصر الإرث نحن ما عم نقوم بتوزيع التركة نحن عم نحدد حصة كل وريث بكل يعني مثلا لما بيطلع معنا عدد أسهم معين للوريث فهو هي هيدا الأسهم من أي عقار بيملكه المورث <applause> فإذا كمان حصول على قرار حصر إرث يعني لا يعني أنه نحن قمنا بتوزيع التركة هذا الشيء بيحتاج لإجراءات أخرى وإنما نحن بينا بس أموال اموال ومع ذلك ممكن نعمل حصر ارث في مشكله لا تفضلي أه قرار حصر الارث ما بيبين اموال التركه وممكن التركه ما يكون اي اموال الى اي اموال ومع هيك نحن عملنا حصر ارث نعم طيب. طيب. خلينا نحكي استاذه عن انواع حصر الارث يعني سمعنا بال... بالاستطلاع انه حصر ارث شرعي قانوني عمالي التفاصيل عند حضرتك هلا فعلا هو عندنا ثلاث انواع عندنا حصر إرث شرعي، هذا بيتم تقديمه أمام القاضي الشرعي، أمام المحكمة الشرعية، أه بيتم توزيع الإرث فيه على حسب أحكام الشريعة الإسلامية، أه مثل ما ذكروا مثلاً لذكر مصلحة الأنثيين، أحياناً مثلاً إذا كانت في عندنا حالات فرضية، إذا البنت وحيدة إلى النصف، طبعاً الخبير بيكون بيعرف حسب الورثة اللي قدامه إنه كل وريث شو حصته من هذا الموضوع، وهون بيقوم بعمل مسألة بالشرعي لازم يطلع معنا عدد صحيح من اصل المساله ما بيصير يكون فيها كسور وبيتم بعدين بيطلع الخبير بيقدم شو لكل وريث كم عدد حصصه وبيطلع القرار من قاضي الشرعي نعم هي بحاجه الى خبير مختص طبعاً طبعاً خبير مكلف باجراء هيدي العمليه الحسابيه خبير مكلف بهالموضوع بهالم وبيكون على العقارات الملك والمنقولات هلا حصر الارث القانوني بيكون على العقارات الاميريه بيكون صادر من محكمه الصلح المدني هلا حصر الارث القانوني بيكون بنعتمد فيه من خلال قانون انتقال اموال الاميريه هون للذكر مثل الانثى، واصل المساله بيكون من 2400 سهم دائما، يعني مم. نحن هون عندنا عدد معين من الاسهم بدنا نقسمها على الورثه الموجودين عندنا، كمان بيطلع الـ الـ كمان قاضي الصلح المدني بكلف خبير بيقوم بحل المساله الارثيه وبيحدد مين هن الورثه وكل وريث شو نصيبه القانوني من الورثه مم. وبيطلع قرار من القاضي بهذا الموضوع. نعم <applause> طيب <applause> الحصر الارث <applause> العمالي من النوع الثالث بيطلع من المحكمة البدايه المدنيه الناظره بالشؤون العماليه هلا <applause> حصر الارث العمالي بيكون للاشخاص العاملين اللي لهم تعويضات او تعويض وفاه او رواتب هلا بالعمالي الورثه مو نفسهم هن الاشخاص يعني الاشخاص اللي بيستفيدوا منه مو نفسهم الاشخاص اللي بيستفيدوا من حصر الارث الشرعي او القانوني هونيك الاشخاص اللي بيستفيدوا هن الاشخاص اللي بيكون المورث مسؤول عن النفقه عنهم مثل الزوجه البنت العازبه الابن اللي عمره تحت 18 سنه فقط شروط محدده بتكون موضوع على هاي قانون التامينات الاجتماعيه آه، كمان هناك بيصدر عن قر... آه، محكمة البداية المدنية نظرة بالأمور العمالية فهني هذون ثلاث أنواع ثلاث أنواع طب في موانع للإرث يعني في حالات ت... هي مانعة للإرث أستاذة. طبعا هلا موانع الإرث هي المذكورة بالمادة 264 من قانون أحوال الشخصية نفس المذكورة بموانع الوصية اللي هي القتل أهم شيء قتل الموصى له للموصي قصدا سواء كان القاتل فاعل أصلي أو شريك كان القاتل عاقل وبالغ من العمر 15 سنة يعني قتل الوارث لمورثه ظلما بيمنعه من الإرث هي بناء على القاعدة الشرعية من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه مه. فالقتل من موانع الإرث اختلاف الدين كمان من موانع الإرث يعني إذا كان الزوج مسلم زوجته مسيحية ما بتورث منه ما بتورث كمان بالنسبة للأجنبي ما بنمنحه من حق الإرث إلا إذا كان قانون بلده بيورث السوري المعاملة, يكون بالمثل. المعاملة بالمثل نعم نعم هي, هي المواني هي طيب وفي سؤال دائما أستاذ يطرح إنه مهر الزوجة هو يخصم من التركة له علاقة بالتركة هلأ مهر الزوجة حسب قانون أحوال شخصية هو من الديون الممتازة فطبعا مهر الزوج خصوصا اذا كان المقدم غير مقبوض وبالنسبه للمؤخر اللي بيستحق باقرب الاجلين يعني الطلاق او الوفاه ففي حال الوفاه وفاه سواء الزوجه او الزوج طبعا بيستحق الزوجه طبعا في حال وفاه الزوجه ورثته هن اللي بيستحقوا بحال وفاه الزوج الزوجه بتستحق مهرة وبينشال من التركه اولا بعدين نحن بنوزع التركه على المورثين اذا مهرة اولا يقتطع طبعا إن هو إن من الديون الممتازه اللي نحن المفروض نعطيها اياها قبل ما يتم توزيع التركة. نعم طيب آه ذكرتي حضرتك انه في انواع لحصر الارث، كل نوع له حصص مختلفه عن النوع الاخر، شو سبب هيدا الاختلاف بالحصص؟ هلا سبب الاختلاف مدام لارا، اول شيء مثلا حصر الارث الشرعي ذكرنا هو إن احنا استمديناه من احكام الشريعه الاسلاميه. نعم الشريعه الاسلاميه اللي لها عده آآ بنود، يعني نحن قلنا مثلا الذكر مثلا البنت بتاخذ نص ما بياخذ اخوها آه، عندنا اصحاب فروض، يعني انا لما بيكون عندي ام اب هدول بدي اعطيهم نصيبهم من التركه أشياء محدده، الام السدس، الاب السدس آه، مثلا بنت وحيده نصف، كل حاله حسب الشخص اللي توفى شو تارك ورثه عنده. نعم آه، بناء على كل حاله انا عندي اصل مساله مختلف، من عدد اسهم مختلف. <applause> نعم. وأحيانا إذا مسائل فيها مثلا وصية واجبة أو كذا وفاة بنفس المسألة مناسخات ممكن يطلع معنا أرقام كبيرة من الأسهم لأنه نحن المفروض نوصل لعدد صحيح لكل وريث من الأسهم ما بيصير يكون معنا كسور <applause> أه مثل ما ذكرنا هي من طبقة تحديدا حصر الإرث الشرعي بالعقارات الملك أه لما بيكون توصيف العقار ملك فحصرا لنعرف حصة كل وريث بده ينظم حصر إرث شرعي أو بالمنقولات نعم اما بالنسبه لحصر الارث القانوني فانا عم استمده من قانون انتقال الاموال الاميريه اللي هو مثل ما ذكرنا اصل مسالته من 2400 سهم مهما كان عدد الورثه. بس نوضح معنا اميريه للأشخاص الأميرية. اللي ما بيعرفوا شو يعني الاميريه هي الاراضي الواقعه خارج المخطط التنظيمي. نعم. طبعا هي ببين من استخراج بيان قيد عقاري بيكون موجود الوصف اذا وصف العقار اميري او ملك. نعم. اذا لا تشمل الأموال فقط الاراضي. الأراضي العقارات عقارات. طبعا نعم. هي بتكون أميرية هي بتكون خارج المخطط التنظيمي آه، بهاي الحالة التوريث فيها بيكون بناء على آه حصر الأرث القانوني يعني كمان هن اللي يحصلوا على نصيب كل حدا فيهم من الورثه لازم ينظموه القانوني امام محكمه الصلح المدني نعم واللي هي الذكر مثل حظ الذكر مثل سعيد. حظ ال... البنت بتاخذ مثل اخوها البنت كمان مثلا بتحجب الاعمام والاخوال مثل حتى لو ما في ابن مم. الزوجه مثلا حصتها بيكون الربع اذا في اولاد النصف في حال عدم وجود اولاد مم. يعني عموما بس هذا ما مستمد من الاحكام الشريعه الاسلاميه هو مستمد من قانون انتقال الاموال الاميريه نعم طيب بنسمع احيانا عن تغيير نوع الدعوه تغيير العقار او النوع الشرعي للعقار خلينا نوضح هيدا الموضوع اميري أو أو نتيجه خانم. اختلاف مثل ما ذكرنا انه م. البنت بالاميري ممكن عم تاخذ اكثر كحصه مثلا من الشرعي م. فبيكون في صاحب او حتى الزوجه عم تاخذ كمان اكثر فاحيانا الورثة في بعض الورثة بيكون من مصلحتهم بيتم تغيير النوع الشرعي للعقار من اميري لشرعي بهالحاله بتتغير الحصص بس هاي الدعوه لحتى طبعا المحكمه المختصه فيها هي محكمه البدايه المدنيه اللي بيوقع بدائرتها العقار اللي نحن بدنا نغير له توصيفه من شروطها انه يكون العقار صار ضمن المخطط التنظيمي <applause> فلحتى نغير هذا التوصيف بدنا نرفع هي الدعوه امام محكمه البدايه المدنيه نستخرج حكم وننفذه بدوائر عقاريه بصير بيتغير نوعه لما بستخرج بيان قيد عقاري بيكون صار ملك <applause> بس المفروض من شروطه كمان العبره لتاريخ وفاه المورث يعني اذا شخص توفى وبعد وفاته دخل العقار بالمخطط التنظيمي الورثه ما عاد فيهم يغيروا النوع بده يتم التوريث على انه اميري فيما بعد بعد ما كل واحد ممكن يغير حصته يدخلها تصير نوع ملك <متحدث> بس لما بيتوفى الشخص وفيما بعد بتدخل ضمن المخطط التنظيمي هن ما فيهم بقى يغيروه لانه هو توفى قبل ما يدخل بالمخطط التنظيمي الورثه تبعه. نعم يعني هون بس للتوضيح طول يعني ما يعني في شروط معينه يعني في عنا. شروط معينه حتى ما يقدر اي حدا يرجع يغير توصيف احيانا بتصير وفاه الاشخاص مشاكل. مثلا احيانا الشخص بيتوفى ما فورا بيعملوا له حصر ارث <متحدث> بتكون العقار دخل بالمخطط التنظيمي. فهون لا نحن العبره إما توفى المورث الموجود؟ توفى بتاريخ وفاته <applause> هذا العقار كان طو... ما كان داخل المخطط التنظيمي فاذا بورثوا على انه امير. وهون مسؤوليه مين بيكون بالانتباه لهيدي النقطه المحامي ام صاحب هل... العلاقه يعني ممكن في بيصير بي بي فيها تجاوزات انه يرفعوا الدعوه ويتم تغيير والقسمه على اساسها واللي دغري المحامي بينتبه على هلا المحامي هلا مثلا انا كخبيره بيجيني حصر ارث قانوني او شرعي. طيب. أنا بناءً على حصر الإرث الموجود، نحن مثل ما عم قلك نحن بحصر الإرث، أنا ماني عم وزع تركي وما بعرف شو العقارات اللي عم تتطبق عليها بس نحن مثلا انا عم حدد عندي مجموعه ورثه عم حدد لكل وريث شو هي حصته من الاسهم <applause> بعدين هن هذا القرار الحصر الارث اللي بيحصلوا عليه بياخذوا ومثلا بيصيروا بيطبقوه على اي عقار هن عندهم اذا كانوا اخذين حصر ارث قانوني بيطبقوه على عقار اميري <applause> فالمفروض لما بدهم يطبقوه بل... لياخذ كل وريث حصته ويفرزها بالعقاريه فاكيد بيكون هناك موجود اذا توصيف العقار اميري او لا وبينتبهوا نعم. <applause> بتكون مبين تاريخ وفاه المورث <applause> والن... <applause> اذا بينتبهوا على هذا المفروض طبعا طيب <applause> أنواع المسائل الأرثية أستاذة خلينا نحكي فيها تمام هلا المسائل الأرثية بتكون إما بسيطة مسألة بسيطة يعني وفاة شخص توفى عنده زوجة ابن بنت أم هاي مسألة بسيطة لو وفاة مورث واحد فقط بتكون بس بنعطي لكل واحد شو حصته وبنشوف عدد الأسهم أما أحيانا بيكون عندنا كذا وفاة يعني شخص بيتوفى بعد وفاته هن ما بيعملوا فورا حصر أرث لهذا الشخص ممكن يتوفى حد أحد أولاده ففيما بعد بيجوا هون بدك تعملي مسالتين أه بنسميها بل... عندنا مناسخه انه وفاه الشخص بنعطي شو حصه الابن بعد ما توفى هذا الابن مين بيورثه كمان مه. بنرجع بنعمل له مساله ثانيه بعدين بدنا نجمعهم مع بعض بمساله جامعه باصل مشترك لنعرف كل وريث شو لانه احيانا في ورثه بيكونوا مشتركين بين الاب والابن بدهم ياخذوا من الاثنين فانا المفروض حط حصه كل واحد وعدد معين من الاسهم له نعم هي بتكون احيانا ممكن يكون عندنا وصيه واجبه تمام هي بدنا نحكي عن الوصيه يا ريت التضحيه هي أبن لما بيتوفى عنا ابناء الابن بيتوفى قبل ابوه وهذا الابن عنده اولاد يعني عمليا هم احفاد هذا الشخص نعم طبعا هلا نحن عندنا بالارث لما بيتوفى الابن فبتنقطع المفروض الموضوع الارث بين الاحفاد والجد فالقانون عندنا السوري وضع الوصيه الواجبه هي لاولاد الابن الذي توفي قبل والده مهم. طبعا بتكون بمقدار الثلث يعني نحن رح نفترض حياة هذا الابن ونعطيه شو حصته بين اخواته بعدين حصته بدنا نوزعها نشوف على اولاده بس اذا كانت حصته اكثر من التلت ممكن يكون ولدين لكل ولد النص مم. انا لا هي وصيه ما انا قرس. برجع له حصته للتلت وبعطيها للاحفاد والباقي برجعه للاولاد للأ... للاولاد للاولاد مم. الاساسيين يعني هن ممكن يكونوا مم. اعمام الاولاد هي مساله بحاجه الى خبره يعني احنا بجوز اليوم بدقائق ما بنقدر نحن نفصلها ولكن نحن ير... عم نحكي الاساسيات العامه تماما طبعا, نعم. طبعًا الوصيه الواجبه بعام 2019 طلع فيها صارت بتعطي كمان لاولاد البنت المتوفاه قبل ابوها م -م. كانت قبل لا بس لاولاد الابن هلا من 2019 لا صار حتى بنعطيها لاولاد البنت اللي توفت قبل والدها نعم طيب أه الاجراءات حصر الارث الاوراق المطلوبه أه بهيدي الحاله هل هي أه طويله الامد سهله صعبه توضحي لنا هذا الموضوع أه لا هي طلب أه حصر ارث شرعي, شرعي او قانوني يعني بناخذه من من المكتبه أه مع صوره هويه مقدم الطلب اللي هو ممكن يعني بده يعمل حصر الارث هو احد الورثه أه بيان وفاته، وبيان عائله للميت أه بيان بيان وفاه لوالدي الميت اذا متوفيين أو إخراجات من النفوس إنه إذا هن على قيد الحياة آه كمان في حال إذا مثلا أب الميت متوفى بدنا نسأل عن الجد العصبي لأنه ممكن يكون له حصة إذا كنا عم نشتغل حصر إرث شرعي إذا كمان أم الميت متوفاة نسأل عن الجدة إذا كانت م. على قيد الحياة مثلا اي بنت من بيانات المتوفى متزوجة بدي اطلب لها اخراج قيد لانه بتكون انتقلت نفوسها من نفوس اهلها لنعرف اذا كانت على قيد الحياة او لا <applause> هاي الاوراق اللي بتنحط بحصر الارث بتتحول كمان من نطلب مطبطة من المختار ليحدد منهن الورثة آه بيجي بعدين القاضي بيحوله لعند خبير الخبير بيعمل المسألة حسب آه إخراجات النفوس اللي قدامه بيشوف مين الورث الوريث الموجود مين بيورث من مين بيحل المسألة وبيحط لكل وريث عدد معين من الأسهم اللي بتطلع له <applause> القاضي الشرعي أو القاضي الصلح المدني بيعتمد هاي الوثيقة وبيطلع فيها قرار، هون بقى صاحب الوريسه اللي اشتغلها بياخده وبينفذها على العقارات اللي هن بدهم يوزعوا فيها التركة بدهم يوزعوا فيها، طيب ممكن يصير خطا بحصر الأرز استاذه في حال صار خطا بهيدا الحصر، في امكانيه انه تصحيحه من قبل القاضي؟ طبعا هلا الخطا وارد، بالنتيجه حتى الخبير هو انسان ومعرض للنسيان، هلا في حال كان خطا بسيط ممكن بالاسم مثلا بدل احمد كتب محمد او شيء هذا ما في تاثير على الانصبه والعدد الاسهم بهالحاله القاضي ممكن مشان ما نعقد الامور ممكن يصححها ونتيجه تسيير الامور انه خطا مادي بسيط <applause> اما في حال مثلا الخبير اغفل احد الورثه مع اعطاه حصته او اصلا ما كان موجود يعني الورثه ما هي لا هذا خطا بياثر على توزيع الانصبه والارث ما في القاضي يصححه لحاله بده يرجعوا الورثه صاحب الوريث صاحب المصلحه رح يرجع لانه يرفع دعوه لبطلان حصر الارث نعم يعني بهيدي الحاله ما عاد في القاضي بيعطي قرار تصحيح مادي بدها ترجع الدعوه من البدايه بحصر ارض جديد بخبره جديده تماما طيب معامله ضريبه التركات استاذ نحكي عنها شوي تماما هلا هي حتى الشهر الثامن من عام 2004 كان معامله حصر الارث يحولوها للماليه مشان يتم دفع ضريبه التركات <applause> يعني كان فيها شوي اجراءات معقده اكثر هلا من الشهر الثامن بال 2004 تم يعني هلا انا اذا بيجيني وفاه تمت قبل ال 2004 رح يحولوا للماليه ليدفع ضريبه التركات بعد ال 2004 لا خلص صار بيجي بيعمل حصر الارث وما في داعي ابدا يروح ويدفع ضريبه التركات نعم اختلفت يعني حتى الى اليوم بده يرجع لقبل 2004 اذا كانت الوفاه قبل 2004 طبعا اما اللي بيتوفى بعد ال 2000 نحن هون العبره دائما بهي التواريخ لوفاه المورث يعني هلا مثل ما مثلا مثل ما مثل قلت لك الوصيه الواجبه مثلا اذا اجتني البنت متوفاي المورثه متوفاي قبل 2019 انا اولاد بنتها ما بعطيهم وصيه واجبه. بعد 2019 صارت الوفاه بنعطيهم وصيه واجبه، باعتبار صدر القانون مثلا هون طالما صدر بعد 2004 ما ما بيتم تحويله ليدفع ضريبه التركات اما اذا قبل فهو بيشملوا ضريبه التركات. بيشملوا ضريبه التركات، هذا ايضا بتطبق على حصر الارث العمالي، يعني نفس هيدي القو... القوانين تطبق على حصر الارث العمالي أم لا هلا حصل الارث مالي قلت لك هو موضوع مختلف بينطبق على التامينات م -م. الاجتماعيه يعني حتى هن موضوع الراتب يعني الاشخاص اللي هن الموظفين اللي عندهم رواتب تقاعديه وحتى الورثه فيهم مختلفين يعني هن بس الشخص عن مين مسؤول انه بالانفاق كان عن زوجته عن بنته عن ابنه حتى الابن اللي محدد بيضل ما يستفيد من راتب ابوه بعد الوفاه اللي هو يمكن صار 26 بعد 26 بيوقفوا له راتبه البنت بس م -م. تتزوج بيوقفوا لها راتبه تمام الام اذا كانت موظفه مثلا ما بيعطوها مه. بس تتقاعد ممكن يرجعوا يعطوها من راتب زوجة التقاعد المتوفى يعني التامينات الاجتماعيه هن عندهم هون انظمه خاصه انظمه خاصه ولكن به... دائما يطرح سؤال انه بناء هذا عم تحكي حضرتك عن تعديلات قامت قبل عام كذا وبعد مه. عام كذا انه الام الموظفه كانت تورث بناتها العزبة اليوم ما زالت تورث ام تعدل هيدا القانون لا لساتها تورث بس هي مه. كان وقتها الام كانت تورث الاولاد والزوج علما يكون الزوج موظف لان وقتها اجى نص الماده بصيغه مطلقه، علما الزوج مثلا بحال وفاته ما بيورث زوجته اذا كانت موظفه. هلا بعدين تعدل صارت بتورث بس الاولاد الزوج اذا يعني ما عاد يورث من زو راتب زوجته الموظفه. بعدين مثلا هلا لا مثلا الاستثناءات مثل ما لاحظت زوجه الشهيد حتى لو موظفه عم يعطوها من راتب زوجها. مثلا م. انا هي انتبهت لها انه نحن هي اذا كانت موظفه بالحالة طبيعيه ما كانوا يعطوها زوجات الشهداء عم ياخذوا رواتب من ازواجهم وهن موظفات نعم هيدا من ضمن التعديلات خاصه يعني بالشهداء نعم بيكونوا دو... هن عملوا يعني عم قانون مم. التامينات الاجتماعيه شو التعديلات اللي بتجي هي عندهم فهن لهم غير الشرعي او القانوني يعني الشرعي مم. او القانوني مثلا انا بعرف مثل ما ذكرت الشرعي له فرضيات معينه انا برجع لها لما بدي وزع الارث حسب مم. الورثه قانوني نفس الشيء عم الجا لهذا القانون العمال بيلجأ للتأمينات الاجتماعيه، شو هن بالضبط اللي يعني عندهم؟ مو نفس الورثه، مو كل واحد فيهم معامله مختلفه عن الثاني وإجراءاته مختلفه. نعم، ويعني هي الـ يعني بالحياه الواقعيه هي مجموعه تفاصيل، يعني دائما الاشخاص بيبحثوا عن تفاصيل معينه، ولكن بنرجع بنأكد انه نحن اليوم عم نحكي المعلومات العامه اللي بتفيد بشكل عام كحصر ارث. كحصر ارث. تمام، اخر سؤال معنا لليوم استاذه، فرضا توفى الشخص واه اهله ما حبوا يعملوا حصر ارز وبعد 20 سنه حبوا يعملوا حصر ارز في مشكله في اثار <applause> بس هي الموضوع. بس الاثار كل ما لا بتتعقد كل ما صار وفاه زياده المساله الارثيه بتصير اصعب مه. يعني احيانا ممكن يجيك شخص عم يعمل حصر قرص لشخص متوفى من 1960 صحيح. بس مه. من 1960 اكيد اولاد هالشخص كمان توفوا مه. اولادهم ممكن يكون صار فيها وفيات فانت تخيلي حجم المناسخات الموجوده بهي المساله لانه انت كل شخص رح تورثي انه طالما كان حي اثناء حياه مورثه فهو ورث وبعد ما توفى هو ورث لاشخاص اخرين لزوجة يعني. لاولاد لاخوه اذا ما عنده اولاد مثلا مه. فانت هون عم تكبر عندك اصل المساله نحن لما بنعمل حصر ارث لكل شخص بيتوفى بتكون مساله ابسط مه. بس كل ما تاخرنا بحصر حتى لو هو ما بحاجة لفصل تركي او او العمل تماماً. فيها هلا نحن لتحديد دحديد دحديد عدد الاسهم لكل مه. شخص مه. يعني, يعني نحن هون ما عم نوزع تركه نحن عم نفترض بحال وجود اي عقار يعني مثلا انا طلع للابن 400 سهم فهو له 400 سهم من اي عقار ملك لابوه ماشي يعني هو مو انه بس بيملك يعني نحن هذا العقار رح نقسمه على 400 سمو على عدد اصل المساله مثلا 800 رح اعطيه هو 400، يعني عمليا اخذ نص مثلا هذا العقار، اي عقار من هي، بس انا لما بعمل حصر ارث انا ما عم موزع تركه، عم بين مقدار انصبه كل وريث بهي التركه. وهي بتريح من اي تراكمات لا فيما لا. بعد بتبين بس هيك فيما بعد انا لما بدي نفذها هي لحالها بدك تروحي م. على نفزيه مثلا بالعقاريه لتفرزي حصتك من التركه هي كمان بدها اجراءات ثانيه بدها اجراءات تانية اكيد كثير بدي اتشكرك على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم المحاميه الخبيره باسمه ميني بخصوص موضوع حصر الارث اي معلومه بتحبي اليوم من خلال هيدا البرنامج كونه بيساهم بنشر الوعي تنقليها لمشاهدينا توعيهم فيها اليوم حتى ما يوقعوا باخطاء قانونيه ممكن تؤدي الى ضياع حقوق معينه هلا اول شيء بالنسبه لحصر الارث مثل ما قلت لك نحن كل ما عملنا الوفاه ايمت ما حدثت وعملناها فبيضل ضمان للحقوق اكثر <applause> والمفروض كلنا يكون عندنا لو هي المعلومات البسيطه انه وين نتجه <applause> اذا كان شرعي انه المحكمه الشرعيه قانوني محكمه الصلح المدني العمال المحكمه البدايه المدنيه الناظره بالامور العماليه من شان كل انسان يعرف شو لازم يتصرف اكيد بدي اتشكرك كثير وشكرا للمعلومات اللي قدمتي لنا اياها يعطيك العافيه الله يعافيك مدام العرب كمان بدي اتشكر كل مشاهدينا عبر شاشه قناه اوغريت ومستمعينا عبر اثير امواج اف ام نتمنى نكون ساهمنا بنشر الوعي القانوني بموضوع حصر الارث في القانون السوري ان شاء الله الاربعاء المقبل رح نكون معكم بقانون جديد لحتى نحكي عنه اكثر شكرا لحسن المتابعه الى اللقاء